admitted. Thank you.
لازم لازم ندور عليها. طيب يا شباب، بعد احنا بالفقرة الرئيسية بتاعتنا اللي هي عندنا حوار مع باشمهندس محمد سمير. محمد سمير خريج هندسة ميكانيكا جامعة الخرطوم، اشتغل في عدد شركات السيارات ومنها بدأ البزنس بتاعه مع زبون الكلام سمح الكلام من خشمسينه. فنرحب بضيفنا محمد سمير. احتمال احنا في زماننا كان البترول مزدهر،
وكان كل الناس بيتجهوا للشركات بتاعت المحتوى. انا حقيقه ما كان عندي رغبه في المجال بتاع المحتوى، رغم انه الناس اكيد القروش يعني كانوا يفكروا في انه هو مجال فيه وكان الحقيقه المشروع بتاعي بتاع التخرج كان عنده يعني دور في انه انا اتجه للسيارات. المشروع بتاعي كان تصميم وتنفيذ مضخه تعمل بالدارج، المضخه تعمل بالوزن، مش فيها بدالات تسحب المويه من النيل للاراضي. يعني هي كان ناس الامم المتحده دايرين يقدموا لصغار المزارعين معونه بانه هم يكون عندهم مضخات تربيلهم من النيل بدون طاقه، يعني بدون جاز بدون كهرباء بدون اي حاجه، فقط بالوزن بتاع افراد الاسره، يعني من عمر 10 سنوات يقدر يشغل المضخه. فالتصميم والديزاين للمضخه دي احتاجات الجامعه غير مظاهرات كالعاده قفلت، فكانت بالنسبه لنا فرصه كبيره جدا انه اشتغلنا في المشروع طوال الفتره بتاعت الاجازه، ووصلنا في النهايه للنهايه اللي احنا عملنا عليها التصميم. فمن هنا انا حبيت الشغل مع التصميم والديزاين والبحث والمدني. فكنت افتش على يعني مجال لا يدرك الحاجه، فكان بالنسبه لي البترول ما المجال اللي بلقى فيه الحكايه. فاول ما يعني قدمتها العجيبه بديت في شركه بواحده من الشركات بتاعت خدمات البترول، لكن كنت دخلت معايا لشركة سابقة وكيل الفيديو وأخذوني بعد ذلك، ومن هنا بديت يعني الطريق في مجال السيارات. طيب هنا كانت بداية مع السيارات. طيب متين بديت الورشة الأولى؟ طبعا احنا الحقيقه من اي زول في اي زول بنستضيفه احنا بنسال اي سؤال، اي سؤال يعني عليك الحق في هذا البزنس بتاعك، يعني ممكن ما يعني ممكن في معلومه لو قلتها ما مثلا هتاثر عليك، يعني بنديك الحق انك اي سؤال ما عايز تجاوب عليه ممكن تجاوب عليه. في كل الاسئله كان مننا كان من الجمهور. طيب البدايه 200 وكيف كانت البدايه؟ مثلا راس المال في البدايه من وين كان مصدره؟ بديت بحجم شنو راس مال شنو كان شغل شكل الشيء شكل الشغل عامل كيف والمشاكل اللي كانت في البدايه؟ هي طبعا في معلومه مهمه برضه الواحد لازم يذكرها، انه عندكم ناس بيفكروا في البيزنس ويفكروا في الشغل. زي ما قلت في الاول انه الخبره هي مهمه جدا، يعني هي اللي بتفرق من الناس الباقيين. يعني أنا خلال الشركات اللي اشتغلت فيها أتيحت لي فرصة في إنه أنا أتدرب وآخذ كورسات برا السودان، يعني مع شركة بيجو أخذت كورسين في مصر في المجال بتاع السيارات، مع شركة إيهاتسو مشيت اليابان، مع شركة دال جاولين اليابانيين جابوا الفنلنديين برضه اخذنا معاهم كورسات. فالسبب الاساسي اللي خلاني انه انا افكر في الشغل بتاعي انه انا اعمل شغل براي، انه دائما الاجيال بتتعاقب، الناس دائما بينظرون انها وصلت قمه وخلاص يعني ما في اعلى من كده. الكلام معناه انه الناس اللي بيصبوا درجات في الشركات تفكيرهم وقف، بيجوا يعني ما يقبلوا الا الفكر بتاعه، ما يسمعوا ما يفتكروا انه في حاجه اكثر من كده. السبب ده خلاني دائما انا في حاله بتاعت انه انا بفكر بطريق واصحاب العمل بفكر ما بقول انا دائما صحيح، لكن في اغلب الاحوال بلقى الصح
الصواب في الفكرة اللي أنا مشيت فيها. فالحتة دي خلتني أفكر إذا كان الموضوع أو إذا كان الفكر اللي أنا بفكر فيه صحيح كثير، ليه أنا ما أخش المياه؟ يبقى أي بيزنس في الدنيا فكرة ثم الوش. يعني الواحد الناس بيظنوا إنه أنا والله ما حقدر أعمل شغل، أنا ما عندي قروش، أنا ما حقدر أبدأ في أي حاجة. لا، القروش بتيجي، لكن أنت من وين يكون عندك الفكرة؟ يعني أي شيء في الدنيا فكرة، لأنه إحنا في النهاية بشر، البشر بيختلف عن المخلوقات الثانية بإنه ربنا ميزنا بالعقل يعني. فالواحد إذا ما فكر ما بيعمل حاجة. فكان أول الفكرة إنه أنا كنت في دال وأتيحت لي فرصة إنه أنا دال زادة، يعني أنا لما جيت كان بتبني في بيزنس جديد، فأتيحت لي فرصة إنه أنا أبني البيزنس ده من البداية، اللي هو كان عندهم شراكة مع الشرطة في شركة جديدة اسمها كورميت. فأنا بديت كورميت دي استلمتها يعني بلاط، لا معدات، لا مكاتب، لا هيكل إداري، لا أي حاجة. وكانت بالنسبة لي فرصة إنه أنا طبقت كل الحياة اللي أنا قريت من الناحية الفنية، ولسه ما مشيت في الناحية الإدارية. فمن النقطة دي بدأ التفكير في إنه أنا ليه يعني ما دام النهى موجود أنا ليه ما أبدأ؟ وكانت البداية في إنه أنا عاوز أعمل مركز بتاع صيانة يقدم خدمة متميزة. يعني أنا لازم أتميز من الناس الموجودين في السوق، ما حقدم نفس الحاجة اللي يقدموها الناس، وإلا ما في جديد، يعني ما في كومبتيتيف أدفانتج، ما في حاجة تخلي الناس، ليه الناس يسيبوا الاسم الفلاني والاسم الفلاني ويجوا للشغل ده؟ فالفكرة الأساسية قامت على أساس إنه كل الكلام اللي أنا درسته في الجامعة أو في الكورسات أو شفته برا السودان، ده نقطة مهمة جدا جدا. يعني أنا من خلال متابعتي للناس اللي اشتغلوا وعملوا شغل وعملوا بيزنس في السودان، وجدت إنه أكبر عامل للتغيير في إنك تشوف الآخرين، يعني إنه الواحد يشوف العالم فيه شنو. زمان ممكن العالم ما كان متوفر إنك أنت لازم تسافر بنفسك، لكن اليوم تقدر تشوف تجربة في أي مكان في الدنيا على الإنترنت. لكن الناس تبعد، ما في زول بيقعد يفتح الجهاز ده ويقعد بالساعات ويشوف العالم عمل شنو ويقرأ. يعني أكبر مثال للموضوع ده إنه باشمهندس بشير حسن بشير، واللي هو الآن هو الممول للمشروع بتاع جيلي، هو من أكبر رجال الأعمال في السودان، ورجل عصابي يعني من قرية بنت النعيم في الجزيرة، خريج جامعة خرطوم للهندسة الكيميائية، بنى إمبراطورية. والسبب الأساسي في بناء الإمبراطورية هو لليوم بيقولوا إن هم في الجامعة في سنة رابعة مشوا رحلة علمية لألمانيا، مشوا خشوا كل المصانع الألمانية وشافوا الصناعة، وبعد ذاك مشوا بالبر شافوا أكثر من مدينة. من النقطة ديك هو بعد ما تخرج من الجامعة عنده شاف الصورة وشاف الصناعة، من هناك هو سد الموضوع لحد ما عمل أول مصنع بتاع أدوية في السودان، مصنع الشيبة، واللي هو تم ضربه من أمريكا بإيعاز من المصريين بشركات الأدوية المصرية طبعاً، لأنه طبعاً وقف مصنع السوق مصنع الشيبة، وقف توزيع الأدوية المصرية في السودان وفي دول الجوار حول السودان. عمل أول مصنع بتاع مياه معدنية، مصنع سوبر المياه المعدنية، عمل أول مصنع بتاع زيوت
صناعيين زيوت فوكس السودان. السبب الرحلة اللي مشاها كان في سنة رابعة في السبعينات. كذلك الحال معي، يعني أنا أول كورس أخذته في مصر في مركز التدريب بتاع شركة بيل الريجنال تريننج سنتر لبيل. شفت عالم ثاني، شفت ناس، لقيت ناس بأفكار مختلفة من دول مختلفة، شفت معدات، شفت نظام، شفت تدريب. أنا سافرت من السودان، كان في مشكلة بتاعت عربية لها أسبوعين ما أقدر أحلها. لما مشيت الكورس ده لقيت واحد فلبيني قعدت معه خمس دقايق. لما جيت راجع السودان أول حاجة عملتها في خمس دقايق حليت مشكلة العربية اللي كانت واقفة لها أسبوعين. السبب بسيط، يعني لما أنا لقيت زول عنده خبرة أخذت منه فهمت الناس بتفكر كيف. فدي أهم حاجة، احنا موجودين في عالم مرتبطين بيه وبنتاثر بيه. اذا ما شفنا العالم حوالينا فيه شنو، احنا ما حنتغير، ما حنتطور. فجاءت الفكره في انه انا لابد اعمل شغل خاص، اقدم حاجه جديده، فكره جديده، في انه الصياغه دي شراكه بيننا وبين صاحب العمليه. اخترت مهندسين واخترت شباب، فتشت لدعم، شلت حقوقي ومدخلاتي، كان عندي عربية بعتها. ودي نقطة برضه تانية، الناس بيظنوا إنه البزنس سهل، ما هو تضحية، أي حاجة حتلقاها مهلة، ما حتستغنى عن حاجة، ما حتبيع حاجة. لا، الموضوع ما سهل، أنت حتبيع حتخسر. ويعني أنا كنت مزوج وجا أولاد، أنا بعت عربية، بعت ذهب زوجتي، وتدينت من أي زول أنا بعرفه، عشان في النهاية أقدر أوقف الشغل وأوصل الفكرة. ناس كثير جدا كانوا حواليني وبيقولوا لي يا أخي أنت كنت في دار وكان عندك وكان عندك وكان عندك، ليه ترضى بإنك أنت تفقد ده كله وتبدأ من الصفر؟ يعني أنا كان بتمر علينا أيام يكون ما في شغل، في فنيين يرموا مرتبات، أنا كنت آخر واحد ياخذ مرتب، ممكن ما آخذ. يعني أنا كنت متأخر في المرتب 12 شهر، مرتب سنة كاملة ما أخذته. ليه؟ عشان أنا عاوز الناس تاخذ، وعاوز عندي فكرة مصيرة ما أوصلها. نقطة ثانية للناس الدارين يبدو إن إحنا